عموما البعثة وصلت بسلامة الله إلى أبو ظبي، هنشوف جانب من هذا الوصول واستقبال الجماهير الأهلاوية اللي قدرت تدخل المطار عشان تستقبل البعثة. الجماهير الأهلوية مشتاقة للحظة دي ومشتاقة لوصول البعثة ومتابعة كل التفاصيل، وكل الناس بتتكلم على إنه جمهور الأهلي من الأشقاء أو من الأبناء الجالية المصرية العاملين في الإمارات عليهم دور كبير جدا في التجهيز المعنوي وفي الدفع المعنوية وفي توفير أكبر دافع للفريق في مدرجات المباراة اللي هيكون بدايتها للأهلي مع مونتيري يوم السبت 6:30 مساء. 6:30 مساء السبت، الأهلي ومونتيري المكسيكي. مباراة شديدة الصعوبة، قوية جدا. مونتيري من الفرق اللاتينية القوية وعريق له أكثر من تجربة في كأس العالم للأندية. التقينا أكثر من مرة، ولكن هذه المرة يمكن إحنا في أصعب ظروف، بس أنا أحيانا ظروف أستاذ إبراهيم الصعبة قد يعني تكون مؤشر لشيء طيب. لو تذكر في 2006 احنا اتعور الكابتن عصام الحضري وكنا وكابتن اسلام كان برضو لسبب ما هو عماد النحاس مش موجودين، احنا لعبنا بامير توفيق امير عبد الحميد واحمد صديق ومحمد صديق ويعني وكابتن طارق سعيد، خط الظهر تقريبا بالكامل متغير وقتها، فكنا خايفين بعض الشيء لان خط ظهرك بالكامل متغير. ودي البطوله اللي حققنا فيها المركز الثالث باداء رائع جدا وجداره، كل الناس كانت بتقول انتوا كنتوا اقدر تقابلوا برشلونه في النهائي. هل هذه العزيمه وهذه الروح الوسابه تنتقل الى صفوف فريقنا؟ نتمنى. الإعلام الكبير يعقوب السعد في استقبال البعثة برضه في المطار وكل الأشقاء الإماراتيين في الترحيب ببعثة النادي الأهلي يحتضن بيتسو في وصول البعثة. إن شاء الله تلقى بعثة الأهلي كل الحفاوة وكل الدعم المعنوي كمان، لأن زي ما قلت لكم بالدعم المعنوي وبالمساندة ديت ممكن فعلا نقلل الكثير من الفوارق، خاصة الفوارق البدنية، لأنه صعوبة المباراة مباراة السبت يا جماعة إنه مونتيري واحد من ممثلي الفرق البدنية العنيفة، فبيواجهك وأنت ما أنتش في أفضل حالاتك، لكن ربما كانت 70% قلب حسبة ميدو تكون كفيلة بتعويض هذه الفوارق إن شاء الله.